لك امبارح واللي حصل امبارح ما تفكرنيش اللي حصل امبارح. يعني قول ايه اللي حصل امبارح؟ امبارح يوم الجمعه ولا في مدرسه ولا في اي حاجه، هيكون ايه اللي حصل يعني؟ امبارح كان الجمعه مفيش مدرسه. ايوه بس في كنيسه ومدارس احد. يا سلام، يعني الكنيسه ومدارس الاحد هتعمل فيك كل ده؟ حاسس خلاص معلش ما تفكرنيش. طبعا مش عارف حاجه. احكي لي احكي لي قول. طبعا انت عارف ان امبارح كان الجمعه وزي كل يوم جمعه طبعا صحيت الصبح بدري علشان تروح القداس وتتناول. كمل كمل. لا ما صحيتش بدري، صحيت متاخر. كمان صحيت متاخر يا عم معلش بقى. طيب اكيد صحيت ولبست بسرعه علشان تلحق تروح الكنيسه. لا برضو ما انا صحيت بسرعه ما لقيتش اي هدوم قدامي، قعدت ادور بسرعه ما لقيتش غير الشورت والتيشيرت بتاع الكوره، قمت لابسهم رحت الكنيسه بشورت وتيشيرت. معلش بقى اديهم بقى في الشورت كان نظيف برضه. لا 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 يا شيخ، الهدوم دي ما ينفعش نروح بيها الكنيسه خالص. انا مش عارف ايه بقى اللي انت بتقوله ده. المهم انت عارف اني نازل بسرعه. ايوه اول ما اتحرك اول ما نزلت مش واخد بالي قمت مفزوع في بابي دخلت يا ركبتي. المهم وصلت الكنيسه، ايه اللي حصل بعد كده؟ طبعا انت عارف دخلت اعرج واقول اعرج واقول والكنيسه كلها اتفرجت عليا. لا 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 يا شيخ الكلام ده ما ينفعش خالص. انت مش احنا مش اتعلمنا في الكنيسه ان احنا لازم نخش الكنيسه بهدوء وبكل احترام؟ ما انا كنت تعبان بقى. المهم كمل. طبعا بصيت كده بعيني في الكنيسه لقيت مينا، انت عارفه صاحب حبيبي، قمت رايح وقفت جنبه على طول. تاني يا شيكو تاني مينا؟ مش الاستاذ قال لك ما تقعدش جنب مينا في القداس علشان بتقعدوا تتكلموا مع بعض ما بتسمعوش اي حاجه خالص من القداس؟ اللي لقيته بقى اللي حصل بقى. ها وبعدين؟ انت طبعا عارف مينا. اه ما اول ما عرف ان ركبتي وجعاني ايوه يخبطني في ركبتي. ايوه هسيبه قمت خبطه في جنبه. يخبطني في ركبتي ايوه خبطه في جنبه. خلاص معلش معلش هسيبه يعني يخبطني في ركبتي؟ ما هو ده كلام تعملوه في الكنيسه برضه، ما ينفعش كده خالص في بيت ربنا يا شيخ. ما كمل خبطني معلش كده ما ينفعش خالص في بيت ربنا. المهم الراجل اللي ورايا قال لي برضه كده ما ينفعش. هو طبعا لازم يقول لك كده. قمت ايه بصيت كده بعينيا لقيت مجدي واقف في الخرس قدامي، وانت عارف مجدي بقى شماس. قمت قلت حلو ده هروح اقف جنبه. كويس وبعدين؟ مجدي بصيت لقيته مش لابس الجزمه، قلت اعمل حركه صغيره كده. عملت ايه؟ فردح وقمت مخبيها ورا بعيد عنه. وطبعا هو بعد القداس قعد يدور عليها ويلف كده. برضه تعمل في صاحبك مقلب بالشكل ده؟ ما انا كنت هقول له صدقني بس انا ما حضرتش لغايه اخر القداس. ايه ده؟ انت خرجت قبل القداس ما يخلص؟ انت مش عارف ان احنا لازم نحضر القداس لحد ما ابونا يرش الميه ويقول امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم؟ فاكر انا حاجه زي دي. امال ما عملتش كده ليه؟ معلش بقى معلش هو كل حاجه بقى تعملها. طب كمل ايه اللي حصل؟ انت عارف بقى خرجت بسرعه يعني ما تناولتش. ايوه ما تناولتش انت كمان ما تناولتش. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. لا صحيح ما قلتلكش. لا لا قول حاسب خلاص. اصل انا ايه؟ ايوه لقيت الاستاذ قال لي انت جاي متاخر. ايوه اقول لابونا انت جاي متاخر ما ينفعش تتناول على طول اعتذر له واقول له انا جاي متاخر. صح لازم لو رحنا القداس متاخر يا شيكو نقول لابونا كده علشان القداس ده معمول ليه يا شيكو؟ معمول ليه؟ معمول علشان نحضره من اوله مش نيجي في اخره ونتناول. لازم نحضر القداس من اوله لاخره وبعدين نخش نتناول. تفتكر ابونا قال لي ايه بقى؟ هو شكلك كده دخلت لابونا وقال لك لا ما ينفعش تتناول صح؟ لا انا ما رحتش لابونا اصلا. كمان؟ اه بس انا ما كنتش هتناول. ليه؟ اصل انا ما قلتلكش. لا ما قلتليش. بصراحه ما قلتلكش. لا ما قلتليش. اصل انا صحيح بنسى. تعالى الناحية دي عشان ما اخبطش. صحيت بالليل متأخر. قمت بقى ايه؟ شارب مرجع ونسيت خالص موضوع القداس. لا يا شيخ لا لا ما ينفعش الكلام ده. انت عارف ان انت رايح القداس المفروض قبل ما تنام تكون صايم وتبقى عارف ان انت رايح القداس وتكون مستعد. ما ينفعش تشرب ولا تعمل حاجه كده. ايه اللي حصل بقى؟ انت هتقعد بقى كل مره تفكرني بالام. ايه حكايه دراعي ده؟ حاسب بقى حاسب يا بنتي. شايف المكسور دراعي ده؟ اه انا ما
قلتلكش. لا ما قلتليش. ما قلتلكش. لا 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 لا. أصل اللبانة اللي كانت في بوقي قبل ما أخش الكنيسة. لبانة. كمان لبانة يا شيخ. لا أنا اللي أنت بتعمله ده بس. معلش. لقيت لبانة الدنيا. قلت أقولها بسرعة قبل ما أخش الكنيسة. بصيت شمال يمين ما لقيتش حاجة. قمت راميها على الأرض. كمان بترمي اللبانة في الأرض. وتوسخ بيت ربنا. لا يا شيكو لا الكلام ده ما ينفعش خالص. معلش. وبعدين انت ما قلتليش ايه علاقه اللبانه بدراعك اللي اتكسر ده؟ ما انا ما قلتلكش. اصل واحنا بنلعب بقى بالليل كوره في النادي. نادي ايه؟ بالليل ما فيش نادي. بالليل في مدارس احلى. هو بالليل في مدارس؟ ده بقى في مدارس احلى. ما انا اصلا ما حضرتش مدارس احلى. هو انت جيت لحد الكنيسه وبدل ما تخش مدارس الاحلى لعبت كوره بره؟ انا قلت كل مره باجي مدارس الاحد العب المره دي كوره. لا يا شيخ الكلام ده ما ينفعش. انت لازم تكون عارف انت جاي هتعمل ايه وهتعمل ايه. ما ينفعش تيجي كده وزي ما تيجي المره دي هخش الكنيسه المره الجايه يمكن العب كوره. ما ينفعش. طب بس معلش خلينا كمل. انا بلعب كوره. ايوه عرفني الكوره قدامي. قام الكوتشي لازق في اللبانه قمت واقع على الارض. يا رجلي واللي حصل لي وقعت على الارض. مينا كان جاي ورايا الناس على دراعي كسروا. شيل يا شيكو. يا راسي. يوم الجمعه اللي بنروح بيه بيت ربنا ونتناول ونفضل مدارس الاحد تعمل فيه كل ده؟ بيت ربنا المقدس تعمل فيه الشقاوه دي كلها؟ انت ما تعرفش الايه اللي بتقول ببيتك يا رب تضيع مقدسها. ايه بقى اللي انت عملته في بيت ربنا ده؟ ما ينفعش. لا هو انا عملت حاجه؟ انا مش عارف فيه. لا انا مش هقول لك انت عملت ايه. انا هسيب اصحابي هم يقول لك انت عملت ايه غلط كتير. يلا امشي قدامي. حدني تعالى. ايه عمل ايه؟